لتشكيلة المدرب بكر جوب في لقاء الذهاب، وينطلق لقاء الإياب والعفو المحور في مباراة هامة آنذاك أمام الأهلي المصري. وجوزيف يانيك نجانك كان سجل والفرصة لأحداث الفارق والهدف الأول لصالح الترجي الرياضي التونسي. الترجي يمر للأسبقية، يمر للأهداف. قيمة فريق العب أكثر من 200 مباراة في المسابقات الأفريقية والخبرة الأفريقية لبيب مجسمة في الهدف الأول. في الوضعية الثانية حال الترجي الرياضي التونسي ما فماش وضعية تسلل، وأنيس البدري ممتاز في أحداث الفارق منذ الدقائق الأولى لبيب. أكيد منذ الدقيقة السادسة افتتاح النتيجة للترجي الرياضي التونسي، أنيس البدري يكسر خطة التسلل، هدف أول للترجي. دفاع هش، دفاع ضعيف. ماهر بصغير، ماهر بصغير، هل يكون ماهر؟ ماهر 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 يمر ماهر، يتجاوز المدافع التمرير هيثم الجويني بهي المراوغة ويطالب بضربة جزاء. دفاع يخرج الكرة في التماس، مازال يتكلم هيثم الجويني مع المساعد. لا داعي للنقاش، لا داعي للنقاش. الترجي تعتمد على الاندفاع، تعتمد كذلك على استرجاع الكرة. علي نشوفه هوني حسين الربيع في التدخل الأخير. الوئام مناطق فريق الكونكورد، التوزيعة ممتازة جدا من جانب سعد بكير، يظهر لي بسهولة والعمل الكبير بتاع حسين الربيع كيف اخذ كرة وما كانش متسلل، والترويض معناها وشفناه بكري في المخ. مدرب خالد بن يحيى، خاطر تصير الإصابات، تصير العقوبات التأديبية، والمدرب عنده رصيد بشري. تغيير اضطراري في مباراة الذهاب، خروج علي المشاني بداعي الإصابة ودخول وقت منتصر الطالبي. الترجي يعاني مرة أخرى من الإصابات والتغييرات الاضطرارية، والمرة هذه معز بن شريفية يغادر ويدخل علي الجمل. المدرب بوبكر جيوب هو من الهجمات القليلة إلى حد فريقي في الدورة القادمة. قلت لحظة حينية، نتيجة مؤقتة. الثانية معلومات ضافية حول منافسي الأندية انطلاق الفترة الثانية، تابعوا أنيس بن حتيرة حاب يعمل كوبرتير موجود. ثم العرقلة، ثم العرقلة واضحة، والحكم الدولي الجزائري كان قريب برشا من الحوار الأخير. المخالفة واضحة، المخالفة المخالفة وحسب ما رأي ذولي مير بصغير يحب يسدد ضربة الجزاء. تنشوفوا على كل ضربة الجزاء لصالح الترجي الرياضي التونسي. نشوفوا التدخل الأخير ونشوفوا الرياضي التونسي بتبع بعد أسبقية الشوط الأول. إذن هدفان مقابل صفر. أنيس البدري، إذن أنيس البدري ممتاز. أنيس البدري في هذه بعد أسبقية الشوط. توزيع والتغيير لهيثم الجويني، يروض يروض داخل منطقة الجزاء هيثم الجويني وحاول التسديد بعيد عن المرمى. فور الدفاع وعكس الهجوم، كرة توصل لماهر بصغير مطالب بتأكيد إمكانيته ومهاراته، والكرة الأخيرة وتدخل من توري. ومرة أخرى ثم رفع راية على هيثم الجويني من جانب الحكم المساعد الثاني محمد السراج. نشوف الوضعية الأخيرة صعيبة كذلك المرة ذي، الوضعية التسلل المعلنة على هيثم الكونكورد. والترجي في الهجوم عبر ماهر بصغير، وضربة جزاء أخرى لصالح الترجي الرياضي التونسي. ضربة جزاء أخرى لماهر بصغير والترجي الرياضي التونسي. قلت لاعب جيدا ماهر بصغير، وثم العرقلة على مهاجم وجناح الترجي الرياضي التونسي. أبو خالد بن يحيى، ماهر سيتولى تنفيذ ضربة الجزاء، يتقدم ماهر بصغير، يتقدم والهدف الثالث، والهدف الثالث رغم أن الحارس طبع الكرة إلا أن الكرة كانت في شباك. ثالث قدم والهدف الثالث. سامح توزيعته كانت أرضية. أنيس البدري المرة هذه، أنيس البدري يدخل منطقة الجزاء يبحث عن المساندة. سعد بكير يسدد، أوه مرة جانبية، مرة جانبية، تصويبة سعد بكير
بعد تمريرة من أنيس البدري. الترجي خطير في الدقائق الأخيرة، الترجي قريب من تسجيل الأهداف، وكرة سعد بكير مرت محاذية للقائم الأيمن لمرمى بوبكر توري. تبقى النتيجة عبد الرحمن 3-0 بعد وجيز، كرة لفوسيني كوليبالي، سامح الديربالي يلعب مع أنيس البدري، أنيس البدري يقترب من منطقة الجزاء، يدخل المنطقة، التمريرة مرة أخرى لسامح الديربالي، 1-2 سامح في التوزيع، والهدف الرابع، والهدف الرابع للترجي. حسين الربيع، حسين الربيع يرفع كرة على مستوى القائمة الثاني. حلوة برشا العملية، عملية جميلة، عملية مخدومة مليح، و شوفوا فيها سامح الدرباني أكيد شكون تدخل عب 1-2 مع أنيس البدري، ثم يراوغ قبل ما تخرج على مستوى القائمة الثاني. طليق حسين الربيع ما كان عليه، كان يحط الكرة في الشبكة، المرمى الخاوي الفارغ من حارس المرمى، وممتازة من سامح الدربالي، لا يتسامح في مثل هذه الوضعيات. وحسين الربيع يؤكد ويسجل، وأكد المستوى اللي ذر به في الشوط الأول، كما قلنا كان موجود دفاعيا هجوميا في وسط الميدان. المرة هذه كهدف، هدف رابع للترجي في توقيت الدربالي مندفع من الجهة اليمنى، والترجي ينهي المباراة بقوة إلى حد الآن مشاهدينا، والوضعية والهدف الخامس، الهدف الخامس لصالح الترجي، فوسيني كوليبالي ينهي المباراة بقوة إلى حد الآن مشاهدينا، والوضعية والهدف الخامس. استعد للتسديد، استعد للتسديد، وسداد، فرصة خطيرة للوئام، فرصة خطيرة للوئام، ومجهود فردي، مجهود فردي من محمد مبارك، مجهود فردي كبير أوي باش يسدد، باش يسدد، قام بالمراوغة، ربح المساحة، المسافة، وسدد. حذوني يلعب مع طه ياسين الخنيسي، الخنيسي حاب يمرر، والمدافع، كاد يكون الهدف الخامس، كاد يكون. شكينا عبد الرحمن في بداية المباراة، خفنا على اللياقة البدنية للترجي، لكن العكس هو اللي حصل، اللياقة البدنية بامتياز. إذا مشاهدينا، التأهل للترجي الرياضي التونسي إلى الدور 16